جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والإنسان على حسب ما يعود نفسه. كان في واحد كاتب في الأغاني ورجل دكتور في الفقه الإسلامي، وكان يعني مغرم بالأغاني، وكان إذا دخل الجامعة في جامعة ما احنا مسمين، إذا دخل الجامعة صار يغني وحركات مشيه على حسب حركات الغناء وهو رايح يدرس الطلاب. أنا غرضي إن الإنسان على حسب ما يعود نفسه، إن عودت نفسك أخلاقا فاضلة ألفت هذا الشيء، وإن عودت نفسك أخلاقا قبيحة تعودت. تقول امرأة سألتني في التلفون السؤال هذا، يعني وإن كان لكن تقول: زوجي ينام معي في الفراش ويعطيني ظهره ويستعمل العادة السرية ثم ينقلب إلي. لماذا؟ لأنه كان يستعملها من الصغر وألفها، صارت يعني صارت جزءا من حياته، ما يتركها أبدا. فغرضي أنا إن الواحد على حسب ما يربي نفسه. إن ربيت نفسك سمعك وبصرك ولسانك وجسمك وقلبك، إن ربيت نفسك تربية حسنة مشيت عليها، وإن ربيت نفسك تربية سيئة مشيت عليها وألفت.